البشارة أبنائي هي البشارة للعالم بالخلاص، حتى يتم تصحيح كل الأخطاء اللي كانت في الماضي بعد ما الله خلق الإنسان ووضعه في الفردوس وطلب منه إنه يطيع وصاياه. ولكن جدنا الأول بآدم وحواء ما أراد إنه يطيع الله، عصى كلامه، انقاد من ذاته وأراد أن يتمرد على الله، أن لا يطيع الله. ونتيجة عدم الطاعة، نتيجة السقوط، نتيجة الخطية كان الموت. دخل الفساد، دخل الموت لإلنا. ولكن الله ما أراد أن يترك جبلته، ربنا اللي خلقنا على صورته ومثاله وحبنا هيك حب، اللي أراد أن يتجسد هو، اللي يلبس الصورة اللي هو خلقها على مثاله اللي رح هو يتجسد فيه. هذا التجسد، هاي المحبة أراد الله أن يتممها عندما حان ملء الزمان. عشان هيك اليوم أرسل الملاك جبرائيل لعذراء من مدينة الناصرة، واسم العذراء مريم، أمنا الفائقة القداسة اللي ربيت في الهيكل، لا بل ربيت في قدس الأقداس، ربيت في داخل الهيكل. ولما منتكلم عن قدس الأقداس معناته وصلت لمرحلة التأله، وصلت لمرحلة القداسة بجهادها الروحي وبنعمة الله اللي كانت عليها بسبب جهاداتها الروحية من أجل الخلاص. هيك أمنا الفائقة القداسة اتحضرت في الهيكل في قدس الأقداس، وهيك أجا الملاك حتى يبشرها. زي ما بيحكوا أباء الكنيسة يستأذن منها، شوفوا أبنائي قديش الله بيحترم حريتنا، قديش ما بيحب إنه يتدخل بحياتنا ديكتاتورياً. ولكن الله بطلب إذن من امرأة حتى يحكي لها إنه أنا بدي أتجسد، هل أنت بتوافقي؟ وعشان هيك سمعنا هاي الكلمات العظيمة، ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. ما أعظم هاي الكلمات! أباء الكنيسة بيحكي ما البشرية سمعت أعظم من هيك كلمات اللي سمعت بهاي اللحظة من أمنا الفائقة القداسة. كلمات إيمان، كلمات طاعة، كلمات محبة لله وللإنسان، للقريب. ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. هون أبنائي سكن الإله الكلمة، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، الإله الإبن، سكن في أحشاء أمنا الفائقة القداسة بحلول الروح القدس عليها. في هاي اللحظات صار في عنا الحبل بالإله الكلمة، وبلش الجنين الإلهي ينمو في بطن أمنا الفائقة القداسة، يتغذى من دمها وينمو، وهو يعطيها نعمة فوق ونعمة من الألوهة، من نعمته، من نعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. في هاي اللحظات تم تصحيح أخطاء الماضي، آدم مع المعصية، آدم الجديد أتى ليخلص الإنسان وليموت على الصليب، وبموته وقيامته إنه يدوس على الموت وينتصر عليه. حواء القديمة اللي بسببها كان المعصية، أتت حواء الجديدة وحكت هاي الكلمات العظيمة، ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك.
على عكس أمنا الأولى حواء، غاد معصية هون طاعة، بدل الحية هون في عنا الملاك جبرائيل. الحية وشوشت في أذن الإنسان حتى يتمرد على الله، هون الملاك بحكي لها السلام عليك افرحي، بعطيها السلام والفرح، وبالتالي هون بجيب لها البشارة وإلنا البشارة، كل إشي بتصحح. وهون منشوف قديش محبة الله لإلنا حتى يتصحح كل شيء، حتى يتم التصحيح من المعصية ومن كل أخطاء اللي تمت بالفردوس، وبسبب المعصية تردنا من الفردوس. هاي العلاقة اللي صارت ما بين يسوع الجنين في بطن أمه الفائقة القداسة وما بين العذراء هي علاقة فردوسية، عشان هيك الكنيسة بتسمي العذراء فردوس، ومن هون مكانة العذراء في الكنيسة. ما بنقدر نفصل مكانة العذراء كوالدة الإله من جهة، ومن جهة تانية دائمة البتولية. هذا الإيمان في أمنا الفائقة القداسة، إيمان كنيستنا بالثيوتوكوس والدة الإله، ومن جهة تانية بإنها دائمة البتولية، قبل الحبل بها هي بتول، وأثناء الحبل والولادة هي بتول، وبعد الولادة هي بتول، دائمة البتولية. هاي العلاقة اللي في أحشائها ما بين الإله المتجسد وهي أصبحت فردوس. وهون نحن مدعوين كمان إنه نكون فردوس أبنائي، والفردوس بيكون في قلبنا لما يكون في عنا نحن علاقة حية مع الله. الله ما بيكون غريب عنا، ولا هو بمكان بعيد عنا موجود في السماء، لأنه الله حاضر في كل مكان والمالئ الكل. عشان هيك الإنسان بجاهد جهاد روحي حتى دائما يتنقى يتطهر من الداخل، وعشان هيك عنا التوبة، عنا كل الفضائل الروحية اللي فيها الإنسان بجاهد جهاده الروحي، جهاده الشخصي، حتى يهيئ قلبه، حتى يكون قلبه مليان في النقاء، في السلام، في الطهارة، في العفة، في المحبة. وهون بتبلش يكون في له علاقة مع نفسه قبل كل شيء. الإنسان بتصالح مع نفسه، كثير مهم مصالحة الإنسان مع ذاته أبنائي. كل ما تصالح الإنسان مع ذاته بتصالح مع الله، وكل ما تصالح مع الله ومع ذاته بتصالح مع القريب. ثمرة مصالحة الإنسان مع ذاته ومع الله هي علاقته بالقريب. عشان هيك بترجاكم ينتبه كل واحد منا على علاقته بالقريب، إنها تكون علاقة سليمة بدون أفكار سؤنية، ولكن خلي أفكارنا تكون أفكار مرضية لله، يكون عقلنا وذهننا يفرزوا أفكار حسنية مش أفكار سؤنية للقريب. بكفي هذا الشيء اللي بنعمله بحق نفسنا، نحن منجرم بحق نفسنا لما منفكر أفكار سيئة في القريب. رح تحكولي ما يا أبونا منشوفه بيعمل ضدنا، ما منشوفه هيك بده بريد لنا السوء، ما منشوفه هيك بتكلم علينا. ما تهكلوا هم أبنائي، خلوا كل إنسان الله بيعلم قلبه وفكره، ما تحكموا عليه وما تشوفوا الظاهر. انت اهتم بنفسك، خلي ذهنك يفرز أفكار صالحة، أفكار حسنة، أفكار مرضية لله مليئة بالحب. هذا الشيء رح يخليك انت تكون بسلام. حبك للقريب ما له علاقة بحب القريب لإلك، إذا هو حبك أو ما حبك مش مشكلة، المهم انت تحبه، لأنك إذا انت أحببته انت رح تكون بخير بسلام،
بنعمة ببركة، أنت رح تكون سعيد، أنت رح تكون بسلام. كتير مهم إنه هذا الإشي، هاي الحكمة نحن ندركها. أبناء قرن 21، أبناء قرن 21، نحن كتير مهم إنه نهتم بعلاقتنا بالقريب، لأنه عمالنا منشوف النزاعات بتكثر والخلافات بتزداد وسوء التفاهم بكثر، حتى في داخل البيت، في داخل العشيرة، في داخل العائلة. أبنائي، الإنسان كتير مهم إنه يدرك إنه مسيحيتنا تكمن بعلاقتنا الحقيقية مع القريب، وبالأخص اليوم بعيد البشارة إنه نشوف قدوة أمنا الفائقة القداسة بالفضائل اللي اقتنتها، بجهادها الروحي، بثباتها في الفضيلة، وكيف أجت النعمة الإلهية وأعطتها. هيك نحن كمان، كل ما الإنسان تحضر وحضر قربه وذهنه وإرادته كانت مرضية للرب، وقتها تيجي النعمة الإلهية وبتسكن فينا. بيكون كل واحد فينا حامل للمسيح، بيكون كل واحد فينا قدوس قديس، وهذا الشيء كتير مهم إنه نحن نجاهد من أجله جهاد روحي حسن مرضي لربنا. أبنائي، البشارة بالنسبة إلنا هو حدث بخصنا، واليوم بتم. اليوم كل واحد فيكم بأخذ هاي البشارة، والبشارة معناتها الإعلان الحسن. البشارة هي إنه إلهنا تجسد، ونحن بالصوم المقدس رح نشوفه بعد أسابيع على الصليب معلق لكي يفتدينا. هاي الأحداث كلها أبنائي نحن مدعوين إنه نعيشها مع الكنيسة. كتير مهم إنه نحن ما نكون موجودين في الكنيسة فقط وجود شكلي، وبالتالي صلاتنا تكون صلاة فقط شكلية. لا، لازم نغوص بالجوهر، ولازم بصلاتنا يكون في حياة، وهذه الحياة بيجي من نار المحبة لربنا. كل ما حبينا ربنا، كل ما دبت فينا نار الصلاة، ووقتها منعرف نفسنا ومنعرف إنه نحن ولا شيء، منتواضع ومنعرف إنه نحن لا شيء. الإنسان فقط بيعلم إنه لا شيء لما بيقدر إنه يشوف الله حي في حياته، لأنه وقتها بيشوف قديش حب الله لإله، وبيشوف الله القدوس كيف بنزل لإله وبيجي حتى يكون جنبه ويقترب منه ويحبه ويعطيه حب في موت على الصليب، وفي قيامة، في حياة، في فرح. لما يشوف الإنسان هيك محبة بخاف، بتواضع، بحكي مين أنا اللي الإله يعمل من أجلي هيك. فقط الإنسان أبنائي هون بهاي العلاقة مع الله بتواضع وبصير يحب. كل ما حب وقتها نار الصلاة بتولع قلبه وبتخليه صلاته يكون فيها حياة، ما فيها يكون فيها طقوس جافة زي ما كتيرين بسمع بيحكوا نيجي على الكنيسة وفي طقوس. في الكنيسة ما في طقوس، فينا في طقوس. نحن عاملين قوالب لكل شيء في حياتنا، عاملين قوالب للصلاة، عاملين قوالب للقريب، عاملين قوالب للفضيلة، عاملين قوالب لكل شيء. موتنا كل شيء بموتنا. الكنيسة ما فيها طقوس، الكنيسة فيها حياة، فيها حب، فيها عبادة لله. الكنيسة بترفعك للسماء، الكنيسة بتأخذك في حضن الله، الكنيسة بتعيشك من هون الفردوس، الكنيسة بتخليك تشوف القريب قديس. مين مكان هذا القريب؟ هاي هي الكنيسة. ولكن نحن جبنا موتنا ودخلناه في الكنيسة، وفكرنا موتنا هي الكنيسة. الكنيسة هي حياة، هي حب، هي قداسة.
عشان هيك أبنائي خلينا ننتبه وما نرمي موتنا على حياة الكنيسة، لأنه مهما رمينا الموت الحياة هي اللي بتنتصر، ومهما رمينا ضعفاتنا وهفواتنا وكل شيء فينا وأمراضنا ما بتتغير الكنيسة. الكنيسة ماشية، الكنيسة هي كنيسة 2000 سنة وهيها موجودة لأن الله فيها. الكنيسة أبنائي هي منذ الأزل، منذ الأزل الكنيسة، ولكن بتجسد إلهنا اليوم بالبشارة بلشت تظهر بالجسد، ظهرت الكنيسة الأزلية الأبدية، لأن الكنيسة موجودة بوجود الله المثلث الأقانيم. هاي هي العلاقة اللي كانت موجودة والموجودة بين الثالوث الأقدس، هي الكنيسة. ولكن الكنيسة ظهرت بالجسد، ظهرت بتجسد الإله الكلمة، ودخلت في التاريخ. عشان هيك نحن بمعموديتنا نصبح أعضاء في جسد الكنيسة، وفي جسد الكنيسة في نور، في حياة، في نعمة وقداسة. أبنائي كل سنة وأنتوا سالمين، عيد البشارة يكون عيد بركة ونعمة على بيوتنا كلنا، على الكنيسة، على الوطن، في هاي الأيام الصعبة اللي العالم بيمر فيها بصعوبات عديدة. نحن هون في الكنيسة منصلي، وبدل الحزن والاضطراب والقلق الموجود في العالم، الكنيسة من هون بتعطي أمل، بتعطي ثقة، بتعطي سلام، بتعطي فرح، بتعطي حياة، بتعطي قيامة. والكنيسة بتوجه رسالتها للعالم كله وبتحكي له بكلام السيد المسيح: لا تخافوا، أنا قد غلبت العالم، ثقوا بي، حكى المسيح. لا تخافوا، أنا غلبت العالم. مع المسيح نغلب وسنغلب. غلبتنا هي غلبة عظيمة، ولكن نحن لازم نكون شهود حقيقيين للبشارة ولتعليم الكنيسة، حتى نور المسيح يسطع في العالم، ونور المسيح بيسطع من خلال كل واحد فينا بحياته وفي بيته وفي علاقته مع القريب وفي قداسته. ربنا أبنائي يبارككم، ربنا يحميكم، يعطيكم كل نعمة وبركة من لدنه. كل سنة وأنتم سالمين، كل سنة وأباء الكنيسة، أبونا فينيديكتوس الإرشمندريت الريس، أبونا قسطنطين قرمش شيخنا الجليل المحبوب، هذا الإنسان اللي هو حقيقة مدرسة، ربنا يعطيه الصحة والقوة حتى يستمر برعايته وحبه وتفانيه في العمل في الكنيسة. أبونا سالم مدنات، رعاة هاي الكنيسة، نحكي لهم اليوم كل سنة وهم مسلمين، حتى ربنا يعطيهم القوة والنعمة يستمروا في عملهم الروحي، في رعاية نفوس أبنائنا، أبناء هاي الرعية المباركة والمحروسة لدى الرب. من عايد اليوم مرتبين الكنيسة اللي إلهم دور كبير من خلال ترتيلهم، من خلال إحضار الملائكة إنهم يكونوا معهم، نحكي لهم كل سنة وأنتم سالمين، أمكم العبرة هي دائما تحميكم وتعطيكم كل بركة حتى دائما تسبحوا وتمجدوا الله. سيدات الكنيسة، هدول السيدات اللي بيخصصوا وقت من أوقاتهم، وقت كبير لخدمة الكنيسة ولعمل المحبة للكنيسة وللقريب، ربنا يبارككم، وبنحكي لهم كل سنة وهم مسلمين، ربنا يحميهم ويعطيهم كل بركة. وبنطلب كل السيدات يلتفوا حواليهم وحول أبونا سالم اللي هو مسؤول عنهم. كمان أبنائي لجنة الكنيسة اللي عمالها بتعمل كل جهد حتى أمور الكنيسة تكون مرتبة ومهيئة لأبنائنا، ربنا يبارككم، لأنه دور كل واحد في العمل في الكنيسة مهم، وإنتوا مهمين كل واحد فيكم لعمله في الكنيسة، وكل واحد مدعو للعمل. ما بننسى الشبيبة، ما بننسى طلاب مدارس الأحد، ما بننسى الكشافة، ما بننسى خدام الهيكل، ولكن بس بنطلب منهم إن يكونوا هادين، ما يحكوا كتير في الكنيسة، ولكن من حبهم كتير لأنهم بيخدموا كمان في الهيكل. كلهم اليوم الكنيسة بتعيدهم
اللي ذكرتهم واللي نسيت أذكرهم، ولكن الله بذكرهم، وأمنا الفائقة القداسة بتذكرهم. ربنا يحميكم أبنائي، بتمنى لكم عيد مبارك وسعيد، نعمة ربنا دائما تكون معكم تحميكم وتعطيكم كل بركة. كل سنة وأنتم سالمين.